السلام عليكم أصدقائنا. طبعاً اليوم يصادف عيد تراشق الماء في شوارع يربان. من الصبح بللونا أنا وسوي واحد اللي معانا، فرح أصوركم لقطات بسيطة وأوقف النقل المباشر وأحاول أصطاد بعض اللقطات وأنشرها لكم. إحنا الآن في ساحة الجمهورية، وهذا الوضع في ساحة الجمهورية. طبعا ما يسلم منها اي واحد، ان كان بالسيارة وان كان مشي. شوفوا العالم، كل واحد يرشق الثاني. هذه اعلى مكان وقفت فيه حتى اقدر انقل لكم المشاهد. طبعا في هذا اليوم ما في زعل، ما حد يزعل من الثاني، الكل تنال نصيبها من المجد. أعتقد ما نحتاج إلى أي تعليق بقدر ما ننقل لكم هذه المشاهد. طبعا هذه الاحتفالية بالسنة مرة تصادف. بالسنة مرة على عموم أرمينيا. شوفون عن جد ما في زعل. عندي أنا السواح اليوم 3-4 جروبات وصلوا من الليل، طبعا قسم الفجر وصلوا، وقلت لهم اليوم تتواجدون فقط في أرمينيا في داخل يربان، ولا حد يزعل، اللي ما يتحمل خلي لا يطلع برا. والحمد لله وشكر كلهم الرشوا. طبعا رشوني وانا على الهواء مباشر وكلت. هذول تشوفون، هذول السواح نصهم سواح، هذول اللي تشوفوهم هنا، هذول هنود، هنا عرب. وغير يا ترى انا جتني رشقة اخرى، رشقة ثانية استلمتها. يا الله هذه طبعا هي النافورات الراقصة. انوش انوش اوه ناسي ما شفتوها. ايران انا this man is Iranian. ايران how do you feel today?
شنو شعورك في هذا اليوم في أرمينيا؟ ما زعلت من رشوك بالمي؟ شفت أحد رشوه بالمي وزعل؟ ما امرأة وعدة من مجموع هذا الشعب اللي تشوفون قدامنا هنا بيهم بالمئات هسه قريب الألف واحد ترى احتمال اي وحدة تزعل ما مشكلة. يلا هذا طبعا الاحتفالية بالسنة مرة تتكرر احنا في أرمينيا عيد تراشق المياه. هسه اليوم شوف اليوم فالسبب الشعب كله المتواجد هنا نفسيا مرتاح تمام اوكي. بنحاول في كل البلدان اذا يكون على الاقل بالسنه يوم واحد يسوون فعاليه حتى يرتاحوا نفسيا. شنو رايك فيه؟ والله رايي كل شيء وان شاء الله نهتم بهذا الامر. يا هلا بك. يلا فرصه سعيده مع السلامه عليكم. يوم مشمس وممطر. طبعا اليوم مثل ما قلنا لكم يوم رش الماء في شوارع يربان احتفالية في كافة مدن أرمينيا. احنا الآن في ساحة الجمهورية من أمام النافورات الراقصة. هذه الوضعية السواح اللي معانا اليوم واللي استحبوه السواح والسواق كلهم تبللوا. طبعا اليوم مميز هذا العيد بالسنة مرة يتكرر في عموم أرمينيا. راح اشوف هسه هذا احنا هذا العيد سنويا يتكرر مرة واحدة في عموم أرمينيا عيد تراشق المياه. هذا اليوم ما في زعل، اللي ما يريد الرش اللي ما يتحمل يبقى في بيته. عندنا 4-5 مجاميع من السواح البارحة استلمناهم بلغناهم من الليل اللي يتضايق ما يريد يرش خلي يبقى في بيته. طبعا كل سواحنا اليوم بقوا في ساحة الجمهورية وكلهم تبللوا. تعال بشرفك منين انت؟ كل من هذا منين حضرتك؟ من الاهواز. من الاهواز هلا بيك. احنا ارارات للسياحه. يا هلا بيك هلا بيك. شلون الامور؟ مرتاحين؟ سنه ثانيه. رزقني المي برخش بره على بطني. نصور لا الحد هنا نكتفي لان موبايلات تلفت بصراحه من المي. اوكي؟ زين شوف كيف هنا هسه جاي يلا التقيكم. واو I'm